الرئيس السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة. خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء مدبول، يؤكد أن الدولة تستهدف الوصول إلى حجم صادرات يبلغ 100 مليار دولار. الكرملين يعلن عن قلقه من سلوك واشنطن بشأن نوايا فرض العقوبات، وأوكرانيا تؤكد أنها لا تريد الحرب بل تسعى للسلام. 3 مساء في القاهرة، 1 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة، مع مراعاة المبدأ الثابت بحوكمة كافة جوانب الأداء وفقا لأعلى مواصفات الجودة والاستدامة، بما يساعد على تعزيز جهود التحول الرقمي للدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية في مجالات الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير التدريب التقني اللازم لرفع كفاءة الموارد البشرية وإعداد أجيال وكوادر واعدة وقادرة على تنفيذ المشروعات الرقمية على مستوى الجمهورية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع استعرض مستجدات الموقف التنفيذي والإنشائي لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي يتم تدشينها على أحدث النظم التكنولوجية بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية. كما تم عرض سير العمل في عدد من المشروعات التكنولوجية القومية على مستوى الدولة، والتي تهدف إلى نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة. وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد شكر ندى، رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية. بداية دكتور محمد، وبعد التحية، التحول الرقمي هو الأساس الذي تعتمد عليه الدولة في تطبيق فكر الجمهورية الجديدة، وهو ما تم بالطبع رصده من خلال توجهات الحكومة خلال السنوات الأخيرة. كيف ترى إذن هذا التوجه ومدى مساهمته في نقل مصر نقلة نوعية في مصاف الدول على خريطة التنافسية العالمية؟ أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. يمكن من الملاحظ اهتمام فخامة الرئيس السيسي والمشروعات اللي بتقوم بها الدولة في إطار التنمية، وخاصة التنمية المستدامة، وما يتضمن المشروعات من مقومات تكنولوجية ذات صفة عالية وذات تقنية متقدمة، ويتواكب معاه ايضا من يمكن ملاحظه انشاء الجامعات التكنولوجيه الجديده على سبيل المثال، لان المشروعات التنمويه اللي موجوده حاليا سواء من عواصم من مدن جديده او عاصمه اداريه جديده، كما حضرتك تفضلتي واشرتي المشروعات اللي بتتم في العاصمه الاداريه، المشروعات النوعيه دي من المشروعات بالاضافه لمشروعات اخرى بتعتمد بشكل كبير على التكنولوجيات العاليه. وعلشان كده يمكن تواكبت مع بداية نشاط وبداية عمل الجامعات التكنولوجية لإمكانية توفير خريجين، كما تم الإشارة باهتمام فخامة الرئيس بأن يكون في كوادر مؤهلة للتعامل مع الكم الهائل من التكنولوجيات القائمة في المشروعات والمتوقع وجودها في المستقبل. فبالتالي الدور اللي بتقوم به الدولة ويمكن لاحظ التكامل والتناغم اللي موجود في قطاعاتها المختلفة بيصب في دور إبراز الاهتمام الشامل بالتنمية من خلال المشروعات الحالية والمستقبلية. نعم، إذن بالطبع هي تجربة واعدة تحمل الخير لمصر. في رأيك ما هي العوامل والضمانات لنجاح تلك التجربة؟
احد هذه العوامل اللي ممكن تساعد في نجاح التجربه مثل ما اشار فخامه الرئيس، توفير الكوادر المؤهله للقيام بذلك، سواء في اثناء تنفيذ المشروعات او في تشغيل المشروعات وصيانتها بعد كده في المستقبل للحفاظ عليها. فاذا ما كانش عندنا الكوادر المؤهله لذلك فده ممكن يعني يحبط التجربه. ولكن العكس هو الملاحظ في الوقت الحالي. احنا على سبيل المثال في جامعه بني سويف التكنولوجيه عندنا شراكه مع شريك مهم جدا في مجال التكنولوجيات وفي مجال التعليم التكنولوجي اللي هو كوريا الجنوبيه، ومؤخرا كان في زياره لرئيس كوريا الجنوبيه وكان برضه هناك اهتمام بهذا الجانب في لقائه مع فخامه الرئيس. فكل هذا يؤشر الى ان مصر بتخطط ومصر بتقوم على انشطه لتدعم هذا الفكر الجديد ولدعم الجمهوريه الجديده بتقنياتها الحديثه والتطور المتوقع الاكبر في المستقبل القريب وقبل كمان المستقبل البعيد. فالمتوقع ان دي احد الاليات للحفاظ ودعم نجاح التجربه. نعم. بالاضافه طبعا الى لما كل ما حضرتك بيتم العمل على مشروعات جديده فده الى جانب التطور انها ايضا بتوفر عماله، وبالتالي فتبقى العجله دايره ان في مشروعات. إذن هو مشروع متكامل من كافه النواحي. شكرا جزيلا الدكتور محمد شكر ندى، رئيس جامعه بني سويف التكنولوجيه. استعرض مجلس الوزراء المؤشرات الإيجابية التي حظي بها الاقتصاد المصري هذا الأسبوع من جانب عدد من المؤسسات الدولية في أحدث تقاريرها، ومنها تقرير مؤسسة مودز للتصنيف الائتماني والذي يتحدث بشكل إيجابي عن أداء الاقتصاد المصري ومرونته أمام تقلبات الأسواق العالمية، فضلا عن انضمام مصر رسميا إلى مؤشر جي بي مورغان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة مصطفى مدبولي، حيث أكد المجلس أن استمرار الحكومة في تطبيق سياسات اقتصادية حققت معدلات نمو حقيقي مرتفعة رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، كما أن مواصلة الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية يسهم في استدامة مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الإيجابية أمام تلك التحديات الاقتصادية العالمية. هذا وأشار رئيس الوزراء إلى الجولة التفقدية التي قام بها لمتابعة أعمال تطوير القوس الشمالي من الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، مؤكدا ضرورة سرعة الانتهاء من مكونات منظومة النقل الجماعي الجديدة وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن. وخلال مؤتمر صحفي أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية لتبلغ 45 مليار و200 مليون دولار أمريكي خلال عام 2021، والذي يعد أعلى رقم حققته الصادرات المصرية في تاريخها. وفي هذا الإطار أشار رئيس الوزراء إلى أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية جاء من نصيب الصادرات غير البترولية، مشددا على دعم الدولة الكامل لتشجيع توطين التصنيع المحلي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقه يمكن النهارده استعرضنا اجمالي الصادرات المصريه اللي يعني حصلت في عام 2021، والحقيقه ده اعلى رقم حققته الصادرات المصريه في تاريخها كله. ويمكن الحقيقه باستعراض الرسم البياني اللي قدام حضراتكم هنجد ان يعني كانت اعلى رقم وصلت له قبل كده الصادرات المصريه هو 36.7، وده كان في العام المالي 2010-2011. ولكن النهاردة احنا الحمد لله بنتكلم على رقم 45.2، اللي هو احنا بنعتبره النهاردة خطوة في اطار تحقيق توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بان لازم الصادرات المصرية تتجاوز 100 مليار دولار في خلال الفترة المستقبلية القصيرة القادمة، وان احنا نتحرك كحكومة على تشجيع كل يعني القطاعات الصناعة والإنتاج اللي في الاقتصاد المصري عشان تحقق هذا الهدف المهم جدا.
الحقيقة لما يعني شيء آخر جدير بالذكر إن لما بنستعرض هيكل يعني الصادرات بنجد، وده اللي قدامنا برضو وده شيء مهم، إن الجزء الأكبر من صادراتنا هذا العام بنسبة 71.5% هو للصادرات الغير بترولية. وليه بقول ده إن شيء مهم؟ لأن الصادرات غير بترولية هي اللي بتشمل كل قطاعات الصناعة، ودي كان برضو أحد توجيهات فخامة الرئيس للحكومة المصرية بتشجيع تعميق وتوطين الصناعة ويعني الحد من الواردات والاعتماد بصورة يعني متدرجة على الصناعات المحلية. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر كانت من طليعة الدول التي اتخذت منهجا متوازنا في التعامل مع الجائحة من خلال استمرار عجلة الإنتاج والتنمية لتحقيق طفرة رغم انكماش اقتصاديات العالم. وفي هذا الصدد أكد مدبولي أن الدولة استطاعت تنمية صادراتها في ظل الجائحة. نرجع كده ونستوقف، احنا عملنا كل الكلام ده في اطار ظروف استثنائية، في اطار ظروف جائحة موجودة على مستوى العالم، شفنا انكماش للاقتصاديات على العالم كله، والنهاردة مش فقط انكماش في اقتصاديات ويمكن غلق لصناعات كثيرة على مستوى العالم. احنا مصر كانت واخدة من البداية منهج اخر متوازن، شجعنا القطاعات الصناعية والقطاعات التصدير علشان تحقق مش فقط انها تبقى ولكن كمان تحقق طفرة وتحصل تقدم. هذا واستعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنمية الصادرات، بداية من تيسير منظومة الجمارك، مرورا بمنصة نافذة، وصولا لنظام التسجيل المسبق للشحنات. وفي هذا الإطار أكد مدبولي أن الهدف الأساسي من نظام التسجيل المسبق للشحنات إلى جانب تيسير الإجراءات هو فرض حوكمة على جودة المنتجات التي تدخل مصر وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير العالمية. كان في إطار تبسيط إجراءات المنظومة الجمارك والتسهيل حركة التجارة الدولية، ودي يمكن كانت مشكلة كبيرة جدا بتواجه التجارة البينية في مصر، سواء الدخول الواردات أو خروج الصادرات. ويمكن الحقيقة بدأناها بمنظومة متكاملة من خلال منصة نافذة اللي كان هدفها فكرة الشباك الواحد، وأيضا طبعا خطونا خطوة هامة جدا يمكن سبقنا بها عدد من الدول المتقدمة، وهو ما يطلق عليه نظام التسجيل المسبق للشحنات. ويعني إيه الكلام ده؟ وده طبقناه بالفعل بشكل إلزامي من شهر أكتوبر الماضي. معناها ببساطة شديدة كان بيحصل إيه قبل كده؟ كان بتبقى الشحنات اللي أي حد عايز بيستورد شحنة يبدأ ياخد إجراءاته برا البلد ويجي بيها، وبعد ما توصل هنا يبدأ إجراءات زي ما بنقول الاستخراج والإفراج عن هذه الشحنات. والكلام ده كان بيستغرق وقت طويل جدا جدا وإجراءات بيروقراطية، بل أحيانا كان بيبقى بيتم رفض الشحنة وبنقع في مأزق إن اللي كان استوردها طب بيقول أنا خلاص أنا مانيش دعوة بيها ومش عايزها، ونفضل عندنا تراكمات هائلة. فالحقيقة هذا النظام ببساطة شديدة هو نظام رقمي ومميكن، إن من قبل ما الشحنة تخرج من البلد المنشأ من برة بيتم تسجيلها على الكمبيوتر وتتبعت هنا عشان نبقى احنا على علم كامل بالشحنات اللي بتيجي. ودي أنا عايز أتوقف عند هذا الموضوع، إن هدف هذا الموضوع في الأساس غير إن هو تبسيط وتسهيل الإجراءات، إن احنا نعمل حوكمة بمنتهى الأمانة على جودة المنتجات اللي بتيجي مصر وبتدخل مصر. ومع تواصل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ كوب 27 بنهاية هذا العام في شرم الشيخ، أكد رئيس الوزراء أن الدولة مطالبة بتطبيق معايير الاستدامة البيئية في الوقت الذي بدأت فيه العديد من دول العالم في تطبيقها. وحنبدأ نطبق أيضا معايير مهمة جدا تدريجيا، معايير بتتوافق مع البيئة والتنمية المستدامة. إحنا النهاردة مصر الحقيقة يعني باستضافتها لقمة المناخ اللي هتبقى في شهر نوفمبر القادم إن شاء الله، إحنا مطالبين كدولة إن إحنا نبدأ تطبيق معايير الخضراء والمعايير الاستدامة البيئية، وده اللي العالم كله الحقيقة ابتدى يتحرك إليه. يعني الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من الدول بدأت تعلن إن اعتبارا من بداية 2023 إن أي سلع هتدخل
في هذه الدول إذا ما كانتش هذه السلع تتوافق مع المعايير البيئية، يا إما هيتم منع دخولها أو هيتم فرض رسوم عالية جدا عليها عشان يجبروا أن المنتجات اللي تدخل تبقى متوافقة بيئيا. مصر ليست متأخرة عن هذه الدول، وإحنا الحقيقة يعني شايفين أن إحنا ده الوقت المناسب، وبالذات في ظروف استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ، ان ده يبقى يعني ظرف مناسب ووقت مناسب جدا ان احنا نبدأ ايضا ما نتواكب مع كل دول العالم المتقدم في تطبيق مثل هذه النظم، وشغالين على هذا الموضوع الحقيقة، وحنبدأ فعلا زي ما قلت لحضراتكم تطبيق هذا الموضوع بصورة كبيرة جدا. هذا وأكد رئيس الوزراء أن مصر لديها استراتيجية لتنمية الصادرات لإفريقيا، الأمر الذي ساهم في دعم حركة الصادرات وتنميتها. وفي هذا الإطار شدد مدبولي على أن الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليون دولار خلال الفترة المستقبلية القصيرة القادمة تنفيذا لتوجيه الرئيس السيسي. احنا بنعقد اجتماعات بصورة متواصلة مع مجالس التصدير اللي موجودة، اللي بتمثل القطاع الخاص المصري اللي بيصدر لكل دول العالم، عشان نشوف معاهم كل الحوافز اللي من شأنها انها تزيد من تواجد مصر في افريقيا، وتشجيع التبادل التجاري ما بيننا وما بين دول افريقيا في اطار اتفاقية التجارة الحرة اللي وقعنا عليها مع كل دول افريقيا. فالحقيقة هناك العديد من الاجراءات اللي الدولة المصرية النهاردة بتتحرك فيها بقوة لتحقيق فعلا ان شاء الله الحلم في اقرب وقت، تعدي ان صادراتنا ان شاء الله تتجاوز ال 100 مليار دولار. وده يعني برضو بنعتبرها خطوة، لان مصر الحقيقة بقوتها وبامكانياتها تستحق ان الارقام دي تبقى اعلى من كده بكتير، وان شاء الله احنا كدولة بنشتغل على هذا الموضوع مع كل المؤسسات الاخرى عشان نحقق هذا الحلم باذن الله. من جانبها أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع دعم الدولة لكل المنتجات وأصحاب المصانع بهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج وبما يتناسب مع المعايير الدولية. وأضافت وزيرة التجارة والصناعة أنه في ضوء زيادة معدلات الصادرات تستهدف الدولة معدلات نمو لا تقل عن 20% عما تم تحقيقه، مشيرة إلى أن الاشتراطات الجديدة للاستيراد تستهدف جودة ما يقدم للمواطن المصري من منتجات. احنا ابتدينا نشتغل في ضوء زيادة معدلات الصادرات، واحنا عايزين ان احنا نصل لمستهدفات بمعدل نمو متزايد، وان احنا بإذن الله ان شاء الله حاطين خطة مع المجالس التصديرية هذا العام ان احنا نصل لمعدلات نمو ممكن لا تقل عن 20% عن ما تم تحقيقه. ده شيء متحفظ، ولكن انا يعني بنتمنى ان شاء الله ان احنا نصل لمعدلات تصدير عاليه. لكن على الجانب الاخر هناك مراجعه شامله لمنظومه المواصفات القياسيه للمنتجات، خاصه المنتجات الوارده لينا، وفي نفس الوقت ان احنا الالتزام بالمعايير الدوليه والمواصفات القياسيه سواء للوارد او للمصدر. كل ده اولا بغرض ان احنا نضمن جوده المنتجات اللي بتخش عندنا في السوق المحلي، وعلى الجانب الآخر ان احنا نساعد في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. وللمزيد من المتابعة والتحليل المشاهدين بينضم إلينا هاتفيا طارق زغلول مدير المجالس التصديرية. أهلا بحضرتك في البداية، ويعني رغم القيود التي فرضتها جائحة كورونا إلا أنه رقم قياسي حققته حجم الصادرات خلال عام 2021، في رأيك ما هي أبرز الخطوات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز؟ اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا كمجالس تصديريه حضرتك السنه اللي فاتت الصادرات المصريه وصلت 31 مليار دولار بزياده حوالي 25% عن السنه السابقه. ومن ابرز الاشياء اللي ساعدت او ساهمت في هذه الزياده هي رد الاعباء للمصدرين والمصنعين اللي تم بتنسيق ما بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية، وتم رد أعباء حتى أول يناير حوالي 31 مليار جنيه مصري. فدي برضو ادت دفعة تشجيعية لجميع المصنعين من ناحية أي مصنع كان ليه أي التزامات سابقة عرف يدفعها، اللي كان عاوز يعمل توسعات المصانع عرف يوسع، وكمان يشتري مواد الخام لزيادة الإنتاج. وطبعا حضرتك قصة التغييرات اللي حصل في جائحة الكورونا
وبعض الدول تم نقص في الشحن والنقل من هذه الدول، أدت إلى فرصة لمصر أن تخش أسواق جديدة بأسعار منافسة وجودة عالية. فدي من الحاجات اللي ساهمت في الفترة السابقة، وإن شاء الله في الفترة القادمة إحنا إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله بنبص على زيادة حوالي 20% عن السنة الماضية، وإن شاء الله من أهم أسواق هنبص فيها هي السوق الأفريقي. بنتمنى ده بالطبع، ولكن كمان رئيس الوزراء أكد أن الصادرات غير البترولية كان ليها نصيب الأسد في حجم الصادرات، ما دلالة ذلك في رأيك؟ والله حضرتك احنا طبعا الصادرات المصرية الغير بترولية زي ما قلنا لحضرتك وصلت 31 مليار دولار، وده رقم ما كناش شفناه قبل كده، والزيادة عن السنة اللي فاتت بحوالي 25%. فحضرتك احنا ماشيين في اتجاه صح بدعم من طبعا رئيس الوزراء والوزراء المختصين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية. الدعم اللي حصل ورد الأعباء للمصدرين ساهمت في هذه الطفرة أو الزيادة التي حصلت. طيب يعني أستاذ طارق زغلول مدير المجالس التصديرية كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لحضرتك. وخلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد عمران مقترح الاستراتيجية الوطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية 2022-2026. من جانبه أشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أهمية تبني استراتيجية وطنية للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية، لافتا إلى أن المعرفة الأساسية في التمويل الشخصي أضحت مهارة أساسية يحتاجها الأفراد للاستفادة من التطورات الناشئة في عالم المال، وذلك بهدف زيادة قدرة المواطن على التخطيط للمستقبل وتحسين أدائه الاستثماري واتخاذ قرارات مالية سليمة وتحقيق التوازن بين قدراته واحتياجاته المالية. هذا ووافق مجلس الوزراء على عدد من القرارات أبرزها الموافقة على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر لكشف فيروس كورونا، وكذلك المسحة السريعة للمصريين والأجانب، بحيث تصبح قيمة المصروفات لتحليل البي سي آر 650 جنيها للمصريين بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب بدلا من 1200 جنيه في السابق. كما تصبح قيمة التحليل السريع 175 جنيها للمصريين بدلا من 250 جنيها في السابق، و200 25 جنيها للأجانب بدلا من 320 جنيها في السابق. تلقى وزير الخارجية سماح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اتصالا هاتفيا من نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي التنفيذي المعني بموضوعات تغير المناخ فرانز تيمرمانز. وصرح المتحدث باسم الخارجية أن شكري أعرب خلال الاتصال عن التقدير للتعاون الممتد الذي يجمع مصر بالاتحاد الأوروبي في كافة المجالات، وتطلع لمواصلة هذا التعاون على مختلف المستويات. كما أوضح شكري أن مصر تعتزم البناء على ما تحقق خلال الدورة الأخيرة للمؤتمر في غلاسكو وما خلفته من زخم لتعزيز الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ، وخاصة فيما يتعلق بالحد من الآثار السلبية لتغير المناخ والتكيف معه وتوفير تمويل المناخ. اختتمت مصر أمس رئاستها للجنة الأمم المتحدة لبناء السلام في دورتها 15 والتي امتدت لعام كامل، حيث شهدت الجلسة الرسمية للجنة التي ترأسها السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك اعتماد التقرير السنوي لأنشطة وأعمال اللجنة تحت رئاسة مصر وبالتوافق
فضلا عن انتخاب بنغلاديش لرئاسة اللجنة وانتخاب مصر والدومينيكان كنائبين للرئيس الجديد. هذا وشهدت الجلسة إشادة وتقديرا دوليين كبيرين بنجاح الرئاسة المصرية للجنة بناء السلام في تنفيذ الأجندة الطموحة، والتي عززت من دور اللجنة في تلبية احتياجات الدول والمناطق الخارجة من النزاعات، وذلك على الرغم من القيود التي فرضتها جائحة كورونا. كما أثنت الدول الأعضاء على حكمة وحرفية الرئاسة المصرية للجنة في إدارة دفة أعمالها وحرصها الدائم على مد الجسور وبناء التوافق، مما ساهم في إصدار اللجنة ل 66 مخرجا في عام 2021، وهو الأكثر مقارنة بالسنوات الماضية. وإلى العراق، حيث نفت قيادة عمليات بغداد تعرض مطار بغداد الدولي لقصف صاروخي. وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم لوكالة الأنباء العراقية، قال إن الأنباء المتداولة عن تعرض مطار بغداد لهجوم صاروخي عارية عن الصحة، داعيا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومة واعتمادها من المصادر الرسمية. ما زلنا في الشارع العراقي، حيث أعلنت الاستخبارات العسكرية وقيادة القوات البرية إحباط عملية تقرب لمجموعة إرهابية على نقطة أمنية شمال الرضبة بمحافظة الأنبار. كانت القوات الأمنية العراقية قد عززت إجراءاتها الأمنية على الشريط الحدودي العراقي السوري بإنشاء سواتر ترابية وحفر خنادق ووضع كاميرات حرارية متطورة لمنع تسلل العناصر التابعة لتنظيم داعش الإرهابي إلى داخل العراق. ما زلنا في العراق، حيث أعلنت خلية الإعلام الأمني مقتل 5 إرهابيين من عصابات تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية بمحافظة نينوى شمالي البلاد. وذكرت الخلية في أن عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية تابعت مجموعة إرهابية داخل أحد الكهوف في صحراء الحضر جنوبي محافظة نينوى، واضحة أنه بتخطيط وإشراف قيادة العملية المشتركة. نفذت قيادة القوة الجوية ضربات جوية بواسطة طائرات F-16 استهدفت خلالها هذا الكهف بصورة دقيقة، أسفرت عن مقتل 5 إرهابيين من عناصر عصابات داعش الإرهابية. وإلى اليمن، حيث أعلن الجيش استعادة مواقع كانت تقع تحت سيطرة قوات الحوثي بعد معارك في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد. وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش تمكنت بإسناد من المقاومة الشعبية من تحرير عدة مواقع، مضيفة أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من قوات الحوثي وتدمير 3 آليات قتالية واستعادة أسلحة متنوعة كانت بحوزتهم شمال غربي محافظة مأرب. ترأس رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. ناقش الاجتماع سير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية مسار دارفور التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام، بجانب الوقوف على تطورات الأوضاع الأمنية بأقليم دارفور وسير تشكيل القوات المشتركة ذات المهام الخاصة بتحقيق الأمن والسلام في الإقليم. تبدأ
الحكومة الفرنسية اعتبارا من اليوم في رفع بعض القيود المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وتشمل قرارات الحكومة الفرنسية عدم إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والتخلي عن التدابير المفروضة في الأماكن المفتوحة للجمهور ولا سيما في الملاعب والمؤسسات الثقافية، كما لم يعد العمل عن بعد مفروضا ولكن يوصى به فقط. ومن المقرر إعادة فتح النوادي الليلية التي أغلقت أبوابها منذ 10 من ديسمبر الماضي في 16 من فبراير الجاري، وسيتم السماح مرة أخرى بالحفلات الموسيقية. أعلنت منظمة الصحة العالمية أن متحورة فرعية مشتقة من أوميكرون تم رصدها في 57 دولة. وقالت المنظمة أنه حتى الآن لا يعرف سوى القليل عن الاختلافات بين المتحورات الفرعية، ودعت المنظمة إلى إجراء دراسات حول خصائصها بما في ذلك قابليتها للانتشار ومدى قدرتها على تفادي الجهاز المناعي. اللقاحات ضد كورونا التي يجري تطويرها حالياً من المفترض أن توفر بعض الحماية من متحورات كورونا، لكنها لم تمنع ظهور متحورات جديدة. منظمة الصحة العالمية قالت إن متحورة فرعية مشتقة من المتحور أوميكرون تم رصدها في 57 دولة، وتشير الدراسات إلى أنها أسرع انتشاراً من الأصلية. وفي التحديث الوبائي الأسبوعي قالت منظمة الصحة العالمية إن المتحورة التي تشكل أكثر من 93% من جميع عينات فيروس كورونا التي جمعت الشهر الماضي تتفرع منها سلالات عدة. وبالرغم من أن المتحورة أوميكرون أصبحت الطاغية في جميع أنحاء العالم منذ اكتشافها للمرة الأولى في جنوب أفريقيا قبل 10 أسابيع، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية أنه حتى الآن لا يعرف سوى القليل عن الاختلافات بين المتحورات الفرعية، ودعت إلى إجراء دراسات حول خصائصها بما في ذلك قابليتها للانتشار ومدى قدرتها على تفادي الجهاز المناعي. ومع تخفيف العديد من دول العالم القيود جراء تداعيات فيروس كورونا، تخشى أيضا العديد من الدول من ظهور متحورات يصعب التعامل معها، خاصة بعد تصنيف المتحور أوميكرون بأنه الأشد عدوى بين كل متحورات الفيروس التي ظهرت حتى الآن. باشرت شركة فايزر الأمريكية إجراءات التقدم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأمريكية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحها المضاد لكورونا لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات. وقال المدير العام لفايزر ألبرت بورلا في بيان، قال إن طلب الترخيص الذي تم التقدم به هو لجرعتين ب3 ميكروغرام، ما من شأنه أن يمنح الأهالي فرصة تلقيح ضد كورونا لأطفالهم بانتظار ترخيص محتمل لجرعة ثالثة. يشار إلى أن الجرعة التي تحتوي على 10 ميكروغرام تسببت بظهور أعراض حمى لدى الأطفال من عمر 2 إلى أقل سنوات أكثر من المجموعات الأكبر سنا، ما دفع الشركة إلى اختيار جرعة أقل. أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري باسكوف أن الكرملين يشعر بالقلق من سلوك واشنطن الذي لا يمكن التنبؤ به في مجال العقوبات، وذلك في أعقاب تواتر أنباء حول فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا، وخاصة منعها أكبر البنوك الروسية من إجراء بعض المعاملات بين البنوك بالدولار. من جانبه دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا خفض التصعيد وتغليب الحوار، مؤكدا أن بلاده لا تريد الحرب بل تسعى للسلام. نذر حرب عالمية مرتقبة أم مجرد معركة سياسية من طراز النفس الطويل؟ سيناريوهات عدة جعلت العالم يتأهب لما ستسفر عنه التوترات بين موسكو والغرب على خلفية أزمة أوكرانيا. فبينما تواصل واشنطن تحذير موسكو من الإقدام على التدخل في أوكرانيا مشددة على أن تلك الخطوة ستكون لها عواقب وخيمة، اتهمت موسكو الولايات المتحدة بتجاهل مخاوفها الأمنية بل واستخدام أوكرانيا كأداة لجر موسكو إلى نزاع مسلح.
الهدف الرئيسي للولايات المتحدة هو حصار روسيا، وأوكرانيا هي أداتها لجارنا إلى نزاع مسلح وفرض أقصى العقوبات علينا. اتهامات مباشرة أعقبها الرئيس الروسي بالتحدث باستفاضة عن مخاوف بلاده الأمنية، مشيرا إلى أنه في حال انضمت أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي فقد تسعى لأن تستعيد بالقوة شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا قبل 8 سنوات. كما استعرض بوتين المطالب الرئيسية لبلاده لحل تلك الأزمة، وأبرزها وقف سياسة توسع حلف شمال الأطلسي والتعهد بعدم نشر أسلحة هجومية قرب الحدود الروسية. تصريحات علنية ومكاشفة هي الأولى لبوتين منذ أسابيع بشأن هذه الأزمة، لكنها لم تخلو بطبيعة الحال من الإعراب الدبلوماسي عن أمله في أن تحل الأزمة سلمياً ودون خسائر للطرفين. وما بين الحوار والعقوبات، ألقت بريطانيا الكرة في الملعب الروسي من قلب كييف، حيث أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الرئيس الروسي يحاول رسم خريطة جديدة لأوروبا. من الأجدى أن تتراجع روسيا وتختار طريقة دبلوماسية، فغزو أوكرانيا سيشكل كارثة لروسيا والعالم. نحن مستعدون للحوار بطبيعة الحال، لكن العقوبات جاهزة أيضا. وبالتزامن أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه بحث مع جونسون خطوات ردع روسيا، مشيرا إلى أن القوات الجوية البريطانية نقلت إلى بلاده آلاف الصواريخ الحديثة المضادة للدبابات. كما أكد زيلينسكي اتفاقه مع جونسون على خطوات مشتركة لضمان الاستقرار في منطقة البحر الأسود في انتظار ما ستؤول إليه الأيام وربما الساعات القادمة. أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي هجوم روسي على أوكرانيا سيكون له تكاليف باهظة وعواقب وخيمة، بما في ذلك فرض العقوبات الملصقة على موسكو. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين ترودو وماكرون، أعرب خلاله عن مخاوفهما بشأن الوضع على الحدود الأوكرانية. وأكد رئيس الوزراء الكندي أيضا على أن قوة حلف شمال الأطلسي الناتو تكمن في وحدته، وشدد على أهمية استمرار التنسيق والحوار بين الحلفاء والشركاء. تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري من إحباط محاولة جلب أكثر من نصف طن مواد مخدرة عبر ميناء الإسكندرية البحري تقدر قيمتها بقرابة نصف مليار جنيه. كان للنجاحات الأمنية التي سطرتها أجهزة وزارة الداخلية في تصديها لمحاولات جلب وتهريب المواد المخدرة أثرها في وأد تلك المحاولات في مهدها، وهو ما جنب البلاد من آثارها المدمرة. أحد هذه النجاحات كان مسرحها ميناء الإسكندرية البحري، محاولة قام بها تشكيل عصابي لجلب كميات من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية لتصنيع مخدر الآيس وعقار الكبتاجون. تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أكدت إخفاء هذه الكميات داخل مشمول حاوية من المواد الغذائية قادمة إلى الميناء من إحدى الدول على متن مركب. تم الدفع بمعدات وتقنيات متطورة لتحديد أماكن إخفاء المواد المخدرة وسط هذه الأطنان من المواد الغذائية، لتنجح الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام في الوصول إليها. كميات من المواد الفعالة والمكونات الرئيسية المستخدمة في تصنيع الآيس والكبتاجون تزن 610 كيلوغرام مخبأة ومعبأة آلياً بأكياس داخل علب كرتونية. تقدر القيمة المالية لتلك المواد المخدرة المضبوطة ب 488 مليون جنيه تقريباً. الإدارة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن العام وأمن القاهرة ومديريات أمن القليوبية
تمكنت من ضبط اثنين من عناصر التشكيل العصابي القائم على جلب تلك الشحنة من المواد المخدرة لترويجها داخل البلاد. ويشكل هذا النجاح تأكيداً جديداً على يقظة الأجهزة الأمنية وفرضها رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية للبلاد، وهو ما يحول دون قيام التشكيلات العصابية الدولية باستغلالها في تهريب وجلب المواد المخدرة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الصحة والسكان إطلاق 51 قافلة طبية مجانية في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، وذلك خلال الفترة من الثاني وحتى العاشر من شهر فبراير الجاري، وذلك بجميع محافظات الجمهورية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضحت وزارة الصحة أن القوافل الطبية سيتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى الأكثر احتياجا، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. هذا وستضم القوافل كافة التخصصات الطبية وخدمات تنظيم الأسرة بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وبالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة. أعلن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن الدولة تسعى لإحداث تغيير شامل في قرى الريف المصرية عبر المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتحويلها إلى قرى نموذجية والقضاء على الفقر والأمية بها. جاء ذلك خلال استقبال شعراوي وفدا إماراتيا من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة لاستكمال المباحثات الجارية بين الجانبين فيما يخص مشروع محو الأمية وتنمية قدرات الشباب والمرأة بالمحافظات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأوضح شعراوي أنه سيتم القيام ببعض التدخلات الخاصة بمجال التعليم ومحو الأمية لتعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لمحو الأمية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لإحداث نهضة وتنمية حقيقية في المجالات التعليمية للمواطنين. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تضرر مسجد الإمام الحسين بالقاهرة إثر اندلاع حريق في محيطه. وأوضح المركز الإعلامي أن كافة منشآت ومباني المسجد سليمة وآمنة ولم يلحق بها أي أضرار أو خسائر على الإطلاق، مشيرة إلى أن الحريق نشب في أحد المباني المحيطة بالمسجد وتمت السيطرة عليه. وقال المركز أنه فور وقوع الحادث تم إرسال فريق بالتعاون مع مفتشي آثار المنطقة ومسؤولي أمن الآثار إلى المسجد للتأكد من سلامته، مع اتخاذ كافة إجراءات الحماية ووسائل الحفاظ على جميع المواقع الأثرية والتاريخية. استقبل مجلس الدولة المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 الراغبين في الالتحاق بتلك الوظيفة. ولأول مرة أعلن المجلس قبول المتقدمين من الإناث تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المرأة وإعطائها الحق في الالتحاق بتلك الوظائف. خطوة قضائية جديدة لدعم ومناصرة المرأة جاءت باستقبال مجلس الدولة للمتقدمات لوظيفة مندوب مساعد بالمجلس من دفعة 2021 لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون بالجامعات المصرية. ولأول مرة يسمح المجلس بتقديم الإناث في هذه الوظيفة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتعيين المرأة بمجلس الدولة والنيابة العامة. أول مرة يعلن عن تعيين المرأة أو سحب الإناث لملفات تعيينها وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة منذ 75 عاما، وده بيصادف احتفال مجلس الدولة باليوبيل الماسي لي، وده تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجهات والولايات القضائية برئاسة السيد رئيس الجمهورية في تاريخ 2 يونيو 2021. ويمكن في السابق كان أولى خطوات تنفيذ تلك القرارات تم تعيين عدد 98 قاضية في مجلس الدولة نقلا من هيئتي النيابة الإدارية وهيئة قضاء الدولة في وظيفتي نائب مستشار مساعد به.
سحب ملفات التعيين بدأ اليوم ويستمر حتى 9 فبراير الجاري وفقا للشروط والجداول التي وضعها المجلس لكل جامعة، والتي بدأت اليوم بجامعات القاهرة والأزهر وحلوان، وذلك وسط إجراءات تنظيمية متقدمة تسهل على المتقدمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا. دي أول سنة فعلا يحصل فيها كده، ده احنا حظنا حلو جدا يعني، بس شكرا رئيس السيسي يعني انه سمحوا لنا بحاجه زي كده. انا دخلت اصلا حقوق عشان كده يعني 4 سنين دراسه عشان اوصل للليفل اللي انا فيه ده، وان شاء الله يعني تتم على خير. بالنسبه للقرار ان البنات تقدم في مجلس الدوله فده قرار حلو جدا، لان ابتدت المراه تاخد حقوقها في المجتمع بشكل مساواه حلوه جدا وفي مناصب عليا، فده هيكون شرف كبير قوي ان لو الواحد وفق ان هو يكون في مجلس الدوله. مجلس الدوله طبعا مشهور بان هو منظومه عريقه ومنظومه شريفه، ونفس الواحد يبقى نفسه بعادي من اول ما بتدخل حقوق او محامي كبير او وكيل نيابه، بتقدم في كل حاجه وربنا بيكرم. شايفه الصراحه ان هو انتصار يعني للمراه، وانه هينفع في حاجات كتير قدام بقى كتشجيعها يعني ان هي تشتغل وتبقى احسن وتتقدم في حياتها يعني. استعدادات كثيره اتخذها المجلس بعد الاعلان عن قبول اوراق المتقدمين التي ستستمر بقبول ملفات التقديم من 19 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل، ومن ثم تحديد المقابلات الشخصيه ثم الاعلان عن المقبولين. محمود جميل، التلفزيون المصري. تستمر فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 53، ويتضمن المعرض عددا من الفعاليات والندوات الفنية والثقافية. للمزيد ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. كريم، يعني بداية وبعد التحية، ماذا عن الفعاليات الثقافية والندوات الفنية اليوم؟ نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع مشاهدي القناة الأولى تلفزيون المصري. بالفعل ربما يستمر معرض الكتاب في نسخته 53 في يومه 7 اليوم في استقبال المواطنين بالطبع محبي الكتب ومحبي القراءة بشكل عام، وأيضا لمحبي حضور الندوات الثقافية والفنية المختلفة. ولكن ربما المميز أيضا في هذه الدورة هي وجود الندوات الرياضية، حيث كان هناك بالفعل ندوة رياضية بوجود اللاعب الكبير حازم إمام، وأيضا وجود بعض الندوات الأخرى الثقافية داخل هذا المعرض. ولكن أيضا المعرض في هذه النسخة يضم الصحف القومية التي تأتي هنا بعرض خاص لمجلدات التاريخ القديم، واستطاعة المواطن أو محبي التاريخ في استخدام هذه ربما النسخ القديمة والعمل على حفظها. ربما هناك أيضا جزء خاص في المعرض بالأطفال، وهو جناح خاص في صالة 5 لاستقبال الأطفال، وأيضا العمل على تنمية مواهبهم المختلفة من الرسم والحكي وأيضا قراءة القصص. لذلك هو مكان خاص للأطفال وكتب الأطفال، وأيضا تسليط الضوء على مهارات الأطفال. أيضا المعرض في هذه النسخة لديه جزء خاص خارج الصالات، وهي بعض الحفلات الموسيقية المختلفة للشباب وأيضا للكبار، باستخدام أيضا حفلات موسيقية واستخدام أدوات موسيقية وآلات موسيقية مختلفة. هذا المعرض ربما اليوم في يومه 7 يستقبل أيضا الزوار بالالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة، تنبيهات على المواطنين بارتداء الكمامات عن طريق مكبرات الصوت، وأيضا تنبيهات على قدر المستطاع للتباعد الاجتماعي. ولكن إذا تحدثنا عن الأمس، كان عدد الزوار وصل في المعرض ل 64,000 زائر، هذا على الحضور الواقعي أو على أرض الواقع. أما الحضور الافتراضي على المنصة الرقمية للمعرض ربما تعدت 40,000 ربما زائر. ولكن هناك أيضا مبادرة ثقافتك كتابك، وهي ربما من المبادرات الهامة جدا في المعرض، ورصدت حتى الآن حضور جماهيري كبير، ووصل عدد الشراء في هذه المبادرة تعدى 50,000 كتاب منذ بداية المعرض الذي يستمر حتى 7 فبراير. والآن أعود إليكم مرة أخرى. نعم، شكرا جزيلا كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من مقر المعرض القاهرة الدولي للكتاب.
أنهت البورصة المصرية تعاملات اليوم بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب وسط أحجام تداول مرتفعة. وربح رأس المال السوقي 3,700,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 751,906,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 76% ليغلق عند مستوى 11,691 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 2,164 نقطة. أيضا صعد مؤشر إي جي إكس 100 الأوسان طاقم بنسبة 87% ليغلق عند مستوى 3,198 نقطة. وللمزيد من التحليل مشاهدينا بينضم إلينا عبر الهاتف خبير أسواق المال كريم عبد العزيز. يعني في البداية لو تطلعنا على أداء البورصة خلال اليوم. طبعا النهاردة شفنا صعود جماعي للقطاعات كلها، بس كان أبرز القطاعات اللي صعدت قطاع الخدمات وقطاع الإسكان. طبعا ده شفناه في سهم زي جي بي اوتو النهارده ارتفع بشكل كويس جدا. شفنا قطاع الاسكان كله بيرتفع بشكل جماعي، ودي الجلسه الثالثه لنفس القطاعات اللي هي بتتسيد الصعود. ده احنا النهارده بنتكلم في قدامنا لسه صعود، يعني ان شاء الله باذن الله لحد قرب مستوى ال 12,000 نقطه، ودي بنقول عليها الميجر ريزيستنس بالنسبه لنا بالنسبه للمؤشر اي جي اكس 30. فمترقبين ان شاء الله مزيد من الصعود حتى نهايه الاسبوع ان شاء الله. في رايك اسباب صعود هذه القطاعات اللي حضرتك ذكرتها، اسباب صعودها من وجهه نظرك؟ طبعا بيحصل بالنسبه لقطاع الاسكان بيحصل عملية إعادة تقييم لللاند بانك أو لمحفظة الأراضي اللي عندهم مع بداية كل سنة. التقييمات دي بتنعكس إيجابيا على الأداء المالي بتاع الشركات في نهاية الكوارترز. فطبعا إحنا شايفين إن بدأ يبقى فيه إقبال كبير من قبل المستثمرين على شراء الوحدات السكنية، خاصة اللي بتطرح في أماكن زي العاصمة وزي الساحل الشمالي. فده كله بيصب في الآخر في الميزانيات بتاعت الشركات دي، علشان كده هنلاقي فيه انعكاس إيجابي على أدائها المالي يعني. شكرا على هذا التحليل خبير أسواق المال كريم عبد العزيز، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. ختم نشرة الثالثة، هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة التكنولوجية في إقامة مختلف مشروعات الاتصالات والرقمنة. خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء، مدبولي يؤكد أن الدولة تستهدف الوصول إلى حجم صادرات يبلغ 100 مليار دولار. الكرملين يعلن عن قلقه من سلوك واشنطن بشأن نوايا فرض العقوبات، وأوكرانيا تؤكد أنها لا تريد الحرب بل تسعى للسلام. إلى هنا مشاهدينا تنتهي جولتنا الإخبارية من الثالثة، إلى اللقاء.